دونك سي نور الدين، أغنية عيون القلب دي الناس كل يحبوها، الناس كل يغنيوها، الناس كل يعمل عليها تري بون كيف الحقيقة. إيه مو فما اللي أهم من عيون القلب هو الظاهرة اللي ظهرت ونحكينا نحن في على بيرم التونسي محمود بيرم التونسي وأثره. راهو بيرم التونسي عمل قلب الكفة بطريقة مؤثر جدا، وقلنا شفنا أشقال فيه تحساس اسمه تحسين وشكر فيه أحمد شوقي. المسيرة اللي عملها محمود بيرم التونسي مش تجيب جيل آخر متأثر بأسلوب محمود بيرم التونسي. جميع الشعراء اللي سمعناهم توا هذه عيون القلب ماك تعرف فيه، لا الخال عبد الرحمن الأبنودي اللي هو صعيدي، واللي قبلها شكون؟ مرسي جميل عزيز، واللي قبلها عبد الوهاب محمد. مذوما الجيل الصاعد من الشعراء الغنائيين. هو الحاجة الأولى هو شنو مذوما؟ هذا من أولى الساعة وصولهم ريفي، يعني ما يبعدوش على محمد المجيب الكل. صحيت ليه في اللون توراش سنتك. الحاجة الثانية هو اللي صار في الستينات، صار فما صاروا زوز دو كورون كبار، زوز طيارات. وانت عمري والاغنيه الشبابيه الطويله، وبليغ حمدي مش يعمل حاجه اخرى، التراث مش يرجع للتراث ويعاود يقدم التراث بطريقه جديده. هذيك اللي على حسب وداد وزي الهواء وك الجو هذاك كله، هذاك مو اصله مستلهم من التراث. فهمتك. مش يمشيو دوزاكس باراليل لهنا. التجديد نتاع عبد الوهاب، ادخال الالات الغربيه والمقدمات الموسيقيه وكل شيء، والاكس الاخر هو اكس التراث. فهمتك. اللي مش يبدع فيه بليغ حمدي، وخاصه مع عبد الحليم ومع محمد رشدي ومع الكل. ثم مش تعدى فكره اخرى هي اللي هي شنو الحكايه. تو نقولوا احنا عيون القلب، عيون القلب هي شعر ريفي. هو شعر ريفي لانه عبد الرحمن الابنودي يقول الزجل الريفي الشعبي نتاع الصعيد. فهمتك. لهنا أثر الملحنين اللي مشي يعطيه فالير أجوتي لما يسمى اللي كان في عيون النخبة المثقفة اللي يؤمنوا بالقصائد واللغة العربية، وكانوا يعتبروا هذاك ما هو شي فن وكذا كذا. مش يجيوا ملحنين مش يعطيه فالير اللحن، مش يعطي فالير للكلمة الشعبية. فهمتك. مثلا كي ناخذ عيون القلب اش فيه؟ هو شعر شعبي. فهمتني. والاخطر من ذلك هي علاش قعد 11 سنه معطل الاغنيه ذي، ما غنيتها انا جاتك 11 سنه راه شفتها. علاش؟ خاطر عارك على الكلمات. فهمتك. وعيونه تشبع نوم مثلا، نجات في انه متصنت على عبد الوهاب، تسمع في القصائد عبد الوهاب، وعبد الوهاب نخبه وشويه تسمع فك الادب وكذا. مش تلقى صور شعرية مش مقابلة صور ما فوالا. هذيك الصور الشعرية ريفية والأخرى أدبيات كبار ومتاع لي صالون متاع المثقفين وكل شيء ذاك. علاش يعني القلب قعد 11 سنة؟ راهي مظهرة الجمهور كان 11 سنة. خاطر العرك وموجود راهو هذايا، كيما مثلا الأطلال، الأطلال قعد 5 سنين راهي ملحنة في الأطلال ملحنة عام 59 ريال مو. أما العرك على شنو هالكلمات؟ فهمتني. نحي هذه وزيد هذه، وخاطر كل حد كيفاش يرى. دونك نرجعوا لهنا موضوع التراث والشعر الشعبي ومن الملحنين اللي مش يعطيوه فالور اخر. دونك اش ميس يصير توا؟ هو المسيره مش يقودها بليغ حمدي، واللي ها مش نعطيك انا جمله موسيقيه في اغنيه في يوم وليل. ماشي دوفر هي صحيح. شنو هي فيش دوفر؟ هي شو دوفر في الشعب؟ فهمتني. وانا لما صحيت على حبك عرفت هذيك هي شنو هذيك، وعلى حسبي وداد قلبي. هي شنو هي؟ جمله بسيطه يغنيوها اهل الريف في الصعيد. مثلا الرئيس حنفي في شفيقه ومتولي وكذا، الصعيد عندهم جمله كما خلى عادل امامي يسخر منهم في الارع لما استوى الخيال اللي بدا فك المسرحيه هذيك. هي الجمله هذيك ترن نن ترن، هي جمله فيكس. فهمت. عبد الوهاب ما كانش مطلعش فيما في الريف المصري.
بلي كان سباق مشى غادي وفهم الموسيقى الشعبيه وبدا ياخذ ويهذب و... فهمتك. فعبد الوهاب بعد كي الشعبي وصل للناس فهمتني عبد الوهاب ولا يزول الارياف. وديجا هي الجمله ذيك منش غذاها من اللي فيه الف مشى في حفله في الريف لقى الغناء كله على نفس اللحن يبدلوا الكلام والجمله هي بيدها. الجمله الموسيقيه هي هي بيدها تي جمله وحيده هو فهمتني عادوا بها ساعتين موال فهمتي ولا الاخرى على وكيكا عادوا ساعتين كيكا. فعبد الوهاب تلمو معناتها سالهم يا اخي قال لهم ما فهمك الجمله هذيه معناتها لين انا نستعملها هو بيدو استعملها في يوم وليله. فهمتك. وبعدها ولا يستعمل في ايقاع الخيل رقصه الخيول. فهمتني استعملها في الف في اسمها في يوم وليله واستعملها في عمري كله حبيتك. الريف الموسيقى الريفيه بدات وقت ذاك مش تنتشر وما عادش نغزو لها النظره السيئه مش تتبدل النظريه تاع الموسيقيين فهمتني مش تولي ناخذوا منها في عيون القلب شم بلدي بلدي وبدي نروح بلدي ايشني رجعت تجمع الكل ما عادش مغربه مخاطر عبد الوهاب الثلاثينات والاربعينات الناس كلها متاثره بالغربي خمسينات وستينات كونتروبوا تراث مش يعاود يفرض روحه والجيل قلت لك خاسر الفضل يعود لبلي حمدي اللي يهز الكوكبه كامله الى حاجه اخرى حتى في تلي عبد الوهاب جابوه معناتها عبد الوهاب ولا يلحن في الشعبي في الاخر ويخف الجمل الشعبيه هذا مهم برشا على تو برشا عندنا برشا اغاني تو نشوفوا اللي تلقاها كي تقرا الشعر نتاعها تقول ما عندوش قيمه هذا فهمتك لكن الملحن هي الاضافه اللي الصوره ريتها تو عيون القلب ما شكون ما يحبهاش عيون القلب تقريبا في العالم العربي ولات يكون اكثر من الاثنين يمكن الناس تحبها فهمتني وتمس الناس كل والناس كل يعبروها يعتبروها شي دفر صحيح ولكن كي نشوفوا احنا هذا الشعر عربي معناتها شعر شعبي شعبي ريفي نقولوه فهمتني وحتى محمد الموجي رجع حتى في الالحان رجع الى المخزون خاطر هي شنيا عباره انسان في اللاوعي نتاعو موجودين الجمل هذوك فهمتك فهمتني حاضرين في اللاوعي نتاعو حاضرين في اللاوعي يكفي انك تعمل ستيمولوس صغير ستيمولوس صغير وتركبهم بطريقه مزيانه فانهم يوصلوا كما على حسب ودي موجوده في الذاكره نتاع المصريين كل حتى انه في العالم العربي عجبتهم زاد خاطر مش بعيده الجمله فهمتك مش بعيده على الجو معناتها فهمتني ديجا نشوفوا انه حتى في اغنيه على حسب وداد معنا الجمهور متفاعل برشا مع الموسيقى اكثر مما تتصور معناتها فوالا هو ذاك اللي تم خاطر هي شنيا المره الاخرى كي قلت لكم وقعدتوا تضحكوا اللي هي شنيا تانيث الموسيقى العربيه اللي هي بالرسمي ذي راهي ايش نقول لك علاش راهي ام كلثوم قبل كيفاش كانت تغني تعرف كيفاش تغني في الثلاثينات ولا ام كلثوم تغني بزي راجل تلبس العقيل وتلبس الوحدة ما تطلعش راهي الست ام كلثوم اللي ترى فيها انت في الستينات والسبعينات وشعرها مقادي هكا كل الموضه والروب والديمو والمنديل الحرير في ايديها لا ام كلثوم الثلاثينات والاربعينات وراجل راجل لابس عجار نقولوا احنا العقيل والمحرمه هذيك ولابس جلابيه كيف الشيوخ نتاع الازهر خاطر كي قلنا المره اللي فاتت تو راهي انا كي قلت لك هي مشكله ما بين ذكوريه الفن راهو حتى عام 40 الفن ما زال ذكوري فهمتك فهمتي ولا لولا قلنا فهمتي ما جاش بلي حمدي وجيل جديد الموجي وجماعه هذوما مش يعدلوا رانا بقينا في الفن الذكوري ورانا ما استمتعناش حتى كالجماهير ما استمتعناش بهذه الروائح رانا قعدنا في القصيده الجامده ونرجع للكلام توفيق الحكيم اللي قال الكلام هذاك ان ام كلثوم عثره امام تطور الموسيقى العربيه وكان في كلامه صح صحيح فهمتني لابد ناخذ من هذا
خاطر هي ديما طرحناها احنا العام فات في حصه بليغ حمدي حول السؤال حول الاصاله والحداثه. لم يجاوب العالم العربي فشل في السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء. الوحيد الذي نجح في مفهوم الاصاله والحداثه هو بليغ حمدي والموجهات للفئه الشباب الصغير اللي خرج واللي عمل حاجه اصلها وروحها نتاع البلد وحقت شهرة عالمية وأصالة وحداثة حقيقة. الأصالة والحداثة في العالم العربي ما تحقق في الموسيقى. يعني المقاربة ما بين الأصالة والحداثة صارت بامتياز ما بين الفيلم. ما صارت لنا كان في الموسيقى خاصة. أكثر من هذا ما صارت لناش إحنا الأصالة والحداثة. قعدنا مش كلت ما بين المحافظة أو التغريب. وجميع المجتمعات تقريبا عانيت من نفس المعتل سواء المجتمعات الخليجية مجتمعات شمال إفريقيا ومصر وغيرها قعدت في الإشكالية. يتلقى مجتمعات متطرفة نوعا ما في المحافظة ومغالاة نوع من المحافظة وفما مجتمعات ناخذه كما المجتمع التونسي. مجتمع تونسي علاش يا أخي خضر في العالم العربي متميز برابور لعيون الخليج مثلا علاش؟ إيش كانوا يعتبروهم؟ كانوا يعتبروا التوانسة هم عرب أوروبيين خاطر احنا وقت عندنا التعليم في الستينات والسبعينات الخليج مازال فهمتني كانوا يخزروا لتونس حتى لزافريكان. تونس هذيك البلد المتقدم يلزم تفهم لأنه قاع شنجموريين راه في تركيبة المجتمعات توا صحيح عاد هما المجتمع فما عدد من المجتمعات خاصة المجتمعات الخليجية تجاوزتنا صحيح من نوع ملف تجاوزتنا نحكيو احنا يا سندس على المفاهيم قلت لهم الاشكاليه المهمه راهي ديما يبقى في اي مجال سواء في السياسه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في الموسيقى مشكله مفاهيم. لا يوجد هناك شيء سيء هناك شيء موجود من التراث فهمتني كيف ان تستغله ويصبح شيء حديث مواكب للعصر. من يجيب هذاك الرهان اللي قلنا ها مثلا شفنا توال احنا حستنا اليوم تتحلق علاش قلت خذها حست محمد الموجي والزبده خات الموجي في الاخر ابداعته مع شكون ابداعته مع هذا لانه ماخذ راحته الهويه نتاعو حاضره بامتياز معناتها ماخذ راحته الموجي لحن وماخذ راحته وعارف يعمل الموت مشكله يقولنا لحن ام كلثوم طالب عليه شروط معينه ويعرف ام كلثوم شنيش تحب القام نتاع النخبه ويات وتقارن فيه نقولوا احنا باحمد رامي وتقارن فيه بالصنباتي فهمت المقارنات اللي في مخ المغني يتكبل الملحن اللي عنده الملحن يتكبل ذيك علاش انا اعتبر انه اروع ما لحن الموجي هو للصف الثاني ماهوش للصف الاول ابداعاته كل الموجي في الصف الثاني وعلى فكره قلت لك راهي كلمه غلطه الصف الثاني قلت لك شنو هي اسبابها تصنيف هذايا منين جاي هذايا هو الصف الاول والصف الثاني فهمتني واضح شفنا توا الصوره واضحه لما حاله. يعطيك الصحه نور الدين باش نواصلوا مع مطربه اخرى اللي هي ورده في اغنيه اكذب عليك.